السابع، وانا كنت هقول اليوم السابع، الحقيقه كان بيرصد في متابعته للترتيبات والاستعدادات كمان الاراء الخاصه بالمنتدى، واذا كان في اسقاطات كان بيقولها، اذا كان في اعتراضات كان بيقولها. ايه الاخبار بعد ما شفنا الحفله، بعد ما شفنا كلمات مهمه جدا على المسرح؟ انتوا الرئيس قال كلمه مهمه جدا، قال الحرب على الارهاب. بص انا دلوقتي وانت يعني لما كان عمرو بيتكلم فبشوف الترند، كلمه الحرب على الارهاب حق من حقوق الانسان داخله في الترند دلوقتي، وجايبه الاكثر قراءه والاكثر تعليقا على كتير جدا من المواقع. الكلمه في حد ذاتها بقوتها بقت ترند.